ورجعنا تاني عشان نتكلم في موضوع العلاقات السامة. أنا هاخد لكم كذا مبحث. تعالوا الأول يا جماعة نعرف العلاقة السامة. العلاقة السامة دي بتلاقي فيه طرف مؤذي، مش هنقول ولا راجل ولا ست، بس يبقى فيه طرف مؤذي، يبقى قاعد معاكي في البيت، بتنزلي معاه الشارع تلاقي كل الناس معجبة بيك وبأفكارك، ترجعي البيت تلاقيه دايما بيحسسك ان انت تفكيرك ضايع، ما بتعرفيش تفكري، ممارساتك في البيت غلط، ويحاول دايما يكسر منك ومن امكانياتك ومن قدراتك. واحده ست متجوزه راجل، الراجل ده ناجح وكريم، تروح البيت انت بخيل، انت ما بتصرفش، وهي عارفه ان هو الراجل ده كريم والراجل ده كويس معاها وكل صحباتها بيحسدوها عليه، بس هي بتحاول إن هي تكسره. على فكرة يا جماعة، دكاترة كتير نفسيين قعدوا مع الناس اللي بيمارسوا الحاجات دي، لما سألوهم أنتوا متخيلين قالوا لهم إيه؟ أنا بحافظ عليها، أنا مش عايزها تحس بنفسها، أنا دايما بحاول أكسرها علشان تبقى دايما محتاجاني، أصلا لو قلت له أنت كويس هيحس بنفسه وممكن يتجوز عليا، فأنا لازم أبين له أنت ضايع، أنت مالكش لازمة. وبنخرج من العلاقة دي يا جماعة يا بالانفصال يا بمصايب. تعالوا بقى نشوف الموف اون او الخروج من العلاقه دي بيبقى عامل ازاي. بتخرج من العلاقه دي الاجانب سموها مرحله الريباوند، انا بقى في مصر هنا بسميها مرحله العكاز. ايه مرحله العكاز دي يا جماعه؟ بمنتهى البساطه كده انا هشرحها لكم. للاسف عندنا مثل متاصل بيقول لك ايه، ما ينسيش الراجل غير الراجل وما ينسيش الست غير، ودي هنا مشكلة كبيرة جدا. أقول لك ليه، بتبقى خارج من علاقة متدمر عايز تشعبط في كتف أي واحدة، وأنت بتبقي عايزة تشعبطي في كتف أي واحد لثلاث أسباب. الأولاني ينسيكي المشكلة اللي أنت خارجة منها، التاني أحس بنفسي إن أنا الإحساس بالرفض ده إحساس وحش، عايز أحس إن أنا لسه مرغوبة، والإحساس الثالث والعياذ بالله أنا هفرجك. فنبتدي نرتبط بحد، واحد أو واحدة، يبقى معانا في علاقة، بس أنا عيني دايماً على الإكس ابن الإيه، مش عارفة سابني ليه، ببقى بصاله وبغيظه وباخد حد قريب منه وبخرج في الأماكن بتاعته، ولما يحصل اللي يحصل وأخونا يتغاظ يبتدي يدور عليها تاني ويرجعها. وهنا بنروح لجملة مهمة جدا، حب من طرف تالت، اللي هو البني آدم اللي وقف معاها عشان يعديها بالأزمة اللي هي فيها. وهنا بنخش في جملة جعلوني مجرما، العلاقة السامة خلفت علاقة سامة تانية، انت بتستخدميني، انت بتستخدمني، انا طول الوقت ده كنت كومبارس بأدي دور. احساس صعب قوي يا جماعة، انتوا معايا ولا ايه؟ احساس صعب قوي ان انت تكون بتأدي مشهد في تمثيلية عشان هي ترجع له، أو أنت بتأدي مشهد في مسلسل علشان هو يرجع لها. إحساس صعب، إحساس وحش. يبقى زي ما قلت لكم العلاقة السامة خلفت إيه؟ علاقة سامة. طيب عشان ما نعملش ده وما نقعش في ده، نصيحتي بقى هنا للرجالة وللستات، نمرة واحد، جملة ما ينسيش الراجل غير راجل وست غير ست دي جملة قاتلة، اوعى تستخدمها في حياتك. أما تحس إن أنت خفيت وخرجت من تأثيرها اعمل علاقة، وإنتي لما تحسي إن أنتي انتهى من قلبك خشي في علاقة. عايز تعرف إمتى تخشي في علاقة وتبقى أنت نسيتها؟ أما تبطلي يا ست الهوانم تدوري على صوره وتفتحي الفيسبوك وتشوفي آخر صورة على الواتساب، وإنت يا سعادة الباشا لما تبطل تقف تحت البيت أو تسأل صاحبتها الأون تيم هي بتخرج فين وبتقعد مع مين. المراقبة بعد الانفصال ايه؟ المراقبة بعد الانفصال ايه؟ قولي. ها، اشتياق، ها، فضول، ها، رخامة، ها، غتاتة، ها، انتقام، حاجات كتيرة، حاجات كتيرة. مش عايز اطول عليكم، بس انا قلتلكم امتى تحس ان انت عملت موف اون او عملت خروج من علاقة سواء سامة بقى او مش سامة. طيب